مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا. رحبوا معي بالأستاذ محمد عبد الرحيم صاحب فيلا بلو لاغون. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. الله شرفتونا. الله يزيدك شرف يا رب، تسلمني. طبعا أستاذ محمد، بالبداية أنا كثير مبسوط أني أنا موجود اليوم معكم هون داخل الفيلا الخاصة بحضرتكم. خبرنا أكثر عن بداية حياتك في موضوع البزنس وكيف بلشت هاي الفكرة معك، تفضل. أول شيء مشكور أنك يعني زرتنا اليوم وشرفتنا. الله يزيدك شرف، الشرف لإلي. ودعم القناة يعني للبزنس بالذات اللي موجود في إمارة رأس خيمة، مشكورين عليه. تسلم، شكرا. بالنسبة للبداية، أنا يعني في نفس المشروع موجود شفته في أكثر من مكان، لكن اللي هو تأجير الفلل أو حتى نظام اللي هو الهوسبيتاليتي بشكل عام، هو نظام يكون يعني يومي، تأجير يومي. فالناس مثلا جاية من دبي أو أبوظبي، هذه دائما تحتاج مكان تنام فيه، مبيت يعني يكون صحيح. يكون فيه مبيت. الشيء اللي ما كان موجود مثلا أهل رأس الخيمة، إذا مثلا هو يبي أو محتاج يعني عنده سكن في رأس خيمة، لكن إذا محتاج مكان يروح يغير فيه جو، مسبح أو جلسة أو أي شيء ثاني يعني يحتاجونه، يقعد فيه مثلا 6 ساعات أو أقل شوي أو أكثر. حلو. فكرت ليش ما يكون هاي النظام موجود ويكون يعني الأول باعتقاد يعني في رأس خيمة، لأنه ما حصل. صحيح بالضبط، لأنه إشي جديد. شيء جديد، وهاي يعني حتى المواقع مثل booking.com أو غيرها بس تعطيك اللي هو نظام اليوم، نظام النص يوم هاي مو موجود. فكرت ليش ما يكون في يعني مشروع مجال إن الشخص يأخذ البيت مدة نص يوم. نعم. أو حتى يعني شوي أكثر، إحنا جدا يعني عندنا مرونة في التوقيت. نعم. ومن هذه جت خلينا نسميها اللمبة أو الإشارة أنه لازم نبتدي هاي المشروع. برافو. فابتدينا الحمد لله، ويعني للأمانة كانت يعني الأرقام أكثر من اللي توقعناها. حلو. تمام. الناس كان جدا كبير. نعم. وفي نفس الوقت خلينا البيت في booking.com والمواقع الرسمية مثل Airbnb وغيرها من المواقع، على أساس يعني نكون موجودين في نظام اليوم الكامل حق أهل عجمان، شارجة، دبي، أبوظبي. موجودين كذلك في يعني مجال النص يوم إذا مثلا أحد عنده عزيمة، الحين مثلا عندنا في رمضان إذا أحد مثلا عنده غبقة أو سحور، أو مثلا واحد يبي يعزم مثلا ضيوف عنده بدل ما يعزمهم في البيت مكان يكون فيه مسبح على الفطور. شيء يعني برفع الراس بصراحه. فهذه الحمد لله توفقنا فيه، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله مستمرين ان شاء الله، هذه بس البدايه. ان شاء الله ان شاء الله. انا متاكد انه حنشوفك في اكثر من مكان في نفس النظام هذا واحلى ان شاء الله. الان استاذ محمد، خبرنا اكثر عن الفيلا، عن الخدمات اللي انتم بتقدموها للمجتمع الاماراتي. شو داخل هاي الفيلا؟ يعني في رفاهيه، انا حاسس انه في رفاهيه، خبرني اكثر عن الراحه اللي موجوده. اول شيء الفيلا فيها كل خدمات الفنادق الفايف ستار. بالعكس ضفنا على هاي الامور خدمات ممكن مو موجوده في الفنادق. صحيح. فمثلا لو شخص عنده مثلا عيد ميلاد مثلا حق اولاده او زوجته، نقدم لهم خدمات اللي هي تجهيز المكان. حلو. من A to Z، حتى مثلا الكيك او غيرها من الامور يكون كله جاهز قبل لا يوصل المكان. زدنا على هاي طبعا عندنا اللي هو مكان للباربيكيو او الشوي، وخلينا بعد يعني خدمه ان نقدم المشاوي في بوكسات توصل الى عندهم. حلو. وحتى الشخص يعني اللي جاي ما في داعي انه يفكر في هالامور، منطقه الباربيكيو مجهزه بالكامل كامله. فحاولنا شوي نتميز حتى عن الفنادق يعني في مساله يعني الخدمات اللي نقدمها. فهي مثلا بعض الامور اللي ابتديناها او سويناها فعليا، بالاضافه طبعا للجلسات الداخليه والخارجيه وغرف النوم. نعم. يعني مثلا عندك الجلسه الخارجيه سوينا فيها نظام اللي هو الضباب.
اللي هو معروف هاي اللي يرش الماي مثلا في الحرم او او الاماكن اللي تكون مكشوفه. هاي الجلسات اللي هي بالصيف بتصير تكون بالصيف، وهذه الجلسه كثير مهمه لان تعرف هي مطلع على المسبح واللي جاي للمسبح محتاج يقعد برا وفي نفس الوقت ما يكون الجو حار. صح. من بعد الخدمات يعني اللي موجوده عندنا، سوينا تعاقد مع شركه كيترينج من اكبر الشركات اللي موجوده في راس خيمه، نتوفر البوفيه. حلو. مثلا لو واحد عنده عزومه ويبي المكان يكون فيه بوفيه جاهز، حتى هذه الشركه عندهم لايف باربيكيو، عندهم برجر ستيشن يبون لك ستيشن، او حتى كوفي ستيشن تابعه حق مجموعه بن جمعه، وهم ما شاء الله متميزين في هاي المجال. صحيح. نتمنى ان نتعاقد مع يعني اكبر الشركات اللي موجوده في راس خيمه لتوفير هاي الخدمات. يعني كان ممكن ان احنا يعني نجهز يعني او نهتم احنا في موضوع الاكل او يعني يكون بزنس اضافي، بس ما حبيت اني يعني يكون عندي اكثر من مشروع في نفس الوقت وما يكون عندي خبره فيه وافشل فيه. التركيز يكون على موضوع واحد حتى يعني تنجح. برافو، برضو فكره صح. نعطي اهل الاختصاص و برافو عليك. نعم، اللي هو مساله الفود والبفرج و صحيح. أشكرك أستاذ محمد على الطريقة اللي أنت بتفكر فيها فعليا. الآن زي ما بتعرف أنه كثير في مشاريع بدناش نحكي بالإمارات، برأس الخيمة كثير في مشاريع، كثير في منافسة، كثير في مشاريع مشابهة لبعضها. فخبرنا أكثر عن التميز اللي أنت اكتسبته خلال المسيرة العملية بالرغم من قصور المدة الزمنية لبلو لاجون، ولكن النجاح اللي نجحه والاكتساح اللي اكتسحه هاي أكيد ما إجت من فراغ. والله أنا يعني أختصرها في نقطتين. أول شغلة مسألة يعني إحنا اليوم في لنا تصنيف في booking.com. نعم. وهذا التصنيف هو 9.7. برافو عليكم. الأعلى في رأس الخيمة. حلو. سواء لو قارتنا مع الفلل أو مع الفايف ستارز هوتيل. بالضبط، مع الفنادق الفايف ستار. فما في فندق اليوم في رأس خيمة عنده هذا التصنيف، ونحاول أن نحافظ عليه يعني. إن شاء الله. هذا التميز الأول اللي الحمد لله وصلنا له. الشغلة الثانية قلت لك إحنا تميزنا بنظام النص يوم. ونظام النص يوم هاي يعني خلينا فيه فلكسبيليتي. يعني مثلاً الفترة الصباحية عندي من الساعة 8 إلى الساعة 2 الظهر، المسائية من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10. لو في شخص مثلا محتاج ساعتين قبل أو ساعتين بعد، فإحنا جدا فلكسبل في مسألة التوقيت. سويت زيادة بعد نظام بالساعة، بس مينيمم يكون 4 ساعات وبمبلغ أقل. فمثلا لو شخص عنده بس عزومة محتاجة حق عشاء، أو مثلا في عوائل مثلا تبي تتجمع على عشاء وبعد العشاء ينتهي، فما في داعي ياخذ نص يوم أو ياخذ يوم كامل. صحيح. ياخذ الفيلا 4 ساعات، تحتاج ساعة زيادة. تحتاج ساعة زيادة موجود. حلو. نوفر حلو. نوفر بعد اللي هو يعني هاي مش زي النظام والله فندق لا عندك يوم خلاص ممنوع، لا فيش هيك، في فلكسبيليتي زي ما بالضبط زي ما انت حكيت. وهذا الفلكسبيليتي تساعدك انك تنجح اكثر. يعني لان هذه الشغله اللي مو موجوده في الفنادق بالضبط، وبتحبب كم يعني ككاستمر بحب الفكره يعني بالضبط. اني انا مش مجبور والله اقعد يوم او اني ادفع فلوس عليهم، لا انا محتاج خلاص 3 ساعات بالضبط. بدي اتعشى انا وهالعيال كذا بالضبط. مهتم اننا تكون يعني الفيلا فقط للعوائل، ما تكون يعني حق شباب او غيرها، عساس تحافظ على سمعتها. برافو عليك. نفس الوقت على النظافة وغيرها من الأمور يعني اللي تساعدنا في النجاح أكثر. صحيح. ما شاء الله عنكم. طبعا من قناة ABC العربية نتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر أستاذ محمد، لأنه أنت فعلا إنسان بتستاهل تكون ناجح بحياتك. الآن خلينا ننتقل للنظرة المستقبلية لحضرتك كبزنسمان، وين بتشوف حالك، أو وين خلينا نحكي عن البزنس، وين بتشوف بلو لاجون بعد 3 سنين من الآن؟ والله يعني أنا مو هو تفكير، ابتدينا في التنفيذ البلان بالضبط. حاليا عندنا الحمد لله المشروع الثاني ابتدينا فيه. برافو عليك. وان شاء الله بيحمل اسم سيكرت لاجون. وهو قريب من نفس المنطقه اللي احنا فيها. نعم. وبعد في بلان يعني ان شاء الله ابي اسس مثل موقع يكون رسمي متخصص حق الاستراحات. ما نبي نعتمد بس على booking.com وشركات برا الإمارات، تكون شركة
أو يعني برنامج خاص في الإمارات. احنا أدرى بحاجة الناس، وهذا الشيء يعني إن شاء الله خلال شهر بيكون إن شاء الله لايف، ونتمنى إن شاء الله نكون أول ناس ونكون متميزين فيه إن شاء الله. بنتمنى لكم التقدم والنجاح أكثر وأكثر، تستاهلون والله. وزي ما بنعرف إنه إحنا في دولة الإمارات رقم واحد بالعالم، دولة الأمن والأمان، دولة الرفاهية، دولة الاستثمار والبيئة الاستثمارية الخصبة خلينا نحكي. فإحنا هذا الكلام ما إجا من فراغ، أكيد إجا من حكومة رشيدة، حكومة حكيمة. فإحنا بدنا رسالة شكر من بلو لاجون كتيم ومن الأستاذ محمد عبد الرحيم للشيوخ وحكام دولة الإمارات. نبدأها من عندك طبعا، ما ننسى نخص بالذكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات مع بطاقة معايدة بقدوم عيد الفطر المبارك. تفضل. الشكر أكيد موصول حق رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأعلى حكام الإمارات، نعم، وأولياء العهود وحتى المؤسسات يعني الحكومية واللي دعمتنا من أول يوم. صح. يعني أعطيك مثال أخوي أحمد، هيئة السياحة يعني شفنا الدعم من حتى مسألة الرسوم يعني. إحنا يعني ابتدينا أول مشروع كانت يعني يهمنا يعني إن ما تكون الرسوم عالية، فاستشفينا هذه الأمور من يعني من هيئة السياحة ودعم لنا وحتى تواصلهم معنا يعني سواء نعم. يعني بالإيميل أو حتى يوم احتاجناهم للزيارة زارونا وعطونا نصايح وبعض الملاحظات اللي ما كنا منتبهين لها، فالدعم موجود الحمد لله، والله يديم الخير. الله يديم الخير على البلاد. أكيد طبعا كل عام ودولتنا بألف خير وحكامنا بألف خير وانتم بألف خير ايضا استاذ محمد. اكيد احنا بنتشكرهم من قناتنا الساميه وبنوصل لهم تهانينا وشكرنا لهم لدعمهم اللامتناهي. استاذ محمد احنا وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم، بحب اخذ منك توضيح لبعض المشاهدين وين احنا موجودين باماره راس الخيمه. احنا موجودين في الضيط الشمالي بالقرب من نعيم سيتي سنتر، نعم. 5 دقائق مشي، وشمالنا مدرسة تشويفات. جميل. طبعا هو على جميع الجهات، أرقام التواصل بأسفل الشاشة مع اللوكيشن مشاهدين الكرام حتلاقوه بأسفل الشاشة. السوشيال ميديا لبلو لاجون برضو موجودة والمواقع الرسمية لإدارة الحجوزات. بتشكرك أستاذ محمد شكر خاص لاستقبالك الرائع لإلنا في المكان الخاص بحضرتك. إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. أنا متأكد بعد 3-4 سنوات من الآن حنشوف بلو لاجون بالإمارات 7 إن شاء الله. بتستاهل. بإذن الله. شكرا لك. حياك الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.